بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. هذه الآلة أو الأداة الخاصة بترقيق أو لنقول تنحيف الجلود أمنسيق بالفرنسية، يد خشبية فيها رولو، وقدر اليد الخشبية ترقق الجلد، يعني تقدر ترقق أي سمك تريده. وكما تلاحظون فيها اليد الخشبية تدخل الجلد وتجبد بالجهة الأخرى مقابلة. كمية متوفرة حاليا في المستودع، يمكن أن تكون نقوم بعملية الشحن إلى باقي ولايات الوطن داخل الجزائر، الدول الأجنبية لا حاليا، نستهدف فقط السوق الجزائري. وكذلك هذه الآلة تقوم بترقيق المحازم الجلدية وكذلك الحقائب الجلدية للنساء وللرياضيين وكذلك حتى المحافظ الجلدية، يعني كل المشغولات الجلدية بصفة عامة. جد عملية لأصحاب الحرف في ميدان الجلود، يمكن الإبداع فيها والعمل أشياء خرافية، لأنه أحيانا الحرفي يجد جلد من نوعية أو لون جيد ولكنه سميك، لا يساعده في الصناعة مثلا البراسلي أو السبتة تاع الساعة اليد، لازم الجلد تاعها يكون رقيق، لذلك عليه هذه الآلة لترقيقها. وبعنا بعض منها لبعض الحرفيين عبر الوطن واستحسنوا الأمر وساعدتهم كثيرا وربحت الوقت كثير. أي معلومات بالنسبة للأسعار؟ لا نستطيع أن نقول لك حاليا السعر في الفيديو، اتصل بالهاتف في صندوق الوصف أو في العنوان ونعطيك كل المعلومات التي تريدها إذا كنت مهتم بالمنتج. السلام عليكم.